مساء الخير على كل الأهلوية في كل بيت وفي كل مكان في العالم. حلقة جديدة وأسبوع جديد مع حضراتكم في برنامج السادسة. حلقتنا النهاردة فيها كلام كتير قوي، هيشرفنا كابتن عمرو الحديدي، واحد من نجوم خط دفاع النادي الأهلي الكبار. هنتكلم معاه عن ذكرياته وبداياته في الأهلي وقصص وحكايات هيتكلم عليها لأول مرة معنا. كمان أكيد هنتكلم عن دوري أبطال أوروبا واللي حصل امبارح في ماتش برشلونة وبايرن ميونخ، وطبعا عن الدوري المصري ومباراة الأهلي والإنتاج الحربي اللي كان التعادل الإيجابي بهدف لهدف هو سيد الموقف فيها. الحقيقة لعيبة الأهلي لسه ما رجعتش يمكن لمستواها اللي كان قبل فترة التوقف، محتاجين واحدة واحدة إن نرجع للمستوى، وده طبيعي جدا لأن كان في فترة توقف كبيرة، يعني ممكن 4 شهور، فاللعيبة مع محتاجة لعب مباريات أكتر عشان تقدر ترجع للمستوى أو الفريق بشكل عام. إن شاء الله المستوى هيعلى وهيتطور واحدة واحدة مع المباريات. عايزة أقول إن فريق الإنتاج الحربي بقيادة الكابتن مختار مختار، واحد من أبناء النادي الأهلي، قدم مباراة كويسة جدا. كمان صعب الموقف شوية يمكن على النادي الأهلي، وده الأهلي محتاجه. الأهلي محتاج منافسة قوية، الأهلي محتاج منافسين أقوياء علشان يقدر يتطور مستواه، حتى لحد ما نروح بإذن الله لمباراة أفريقيا وهي مهمة جدا ويمكن الأهم دلوقتي وهدفنا الأهم. عايز أقول كمان إن من الإيجابيات اللي كانت في مباراة امبارح الإنتاج الحربي والأهلي، إنه الأهلي حتى لو كان مش في يومه زي ما بنقولها، حتى وده بيحصل عادي جدا في الكوره، يعني ده طبيعي جدا، نلاقي اكبر الانديه مش في يومها، الفريق مش في مستواه، مش احسن حاجه، لكن برضو الاهلي عودنا ان هو دايما بيفرض شخصيته. الاهلي ما بيخسرش، بيعود في النتيجه، قدرنا ان احنا نحرز هدف كمان حتى لو ما كانش الفريق في احسن مستوى ليه. عايز اقول كمان انه عمرو السولية الحقيقه مستواه تطور بشكل كبير جدا، وفكره التسديد واحده من الحلول المهمة اللي بيضيفها عمرو السولية لفريق النادي الأهلي، وخصوصا في الأوقات الصعبة يمكن زي مثلا ماتش الإنتاج الحربي لما بيبقى مفيش قوي القدرة على خلق فرص بسهولة، فكرة التسديد هنا بتبقى حل حاسم. الحقيقة أن عمرو السولية دي تاني مرة الموسم ده اللي ينقذ الأهلي من الخسارة بعد هدفه في مباراة سموحة. فايلر امبارح في المؤتمر الصحفي قال انه كان في اخطاء وخصوصا في الشوط الاول، يعني يمكن في الشوط الثاني لعيبه الاهلي بداوا يستعيدوا بريقهم وده كان كويس جدا، ولكن قدر فعلا ان هو يقول ان هو يشتغل على الاخطاء دي، وده اللي يهمنا لانه خلاص بقى عندنا دوري ابطال افريقيا، ماتش الوداد ماتش مهم جدا، محتاجين ان احنا يكون مفيش اي مجال للخطا في الماتش ده. ودلوقتي بقى ندخل في أخبارنا، نكمل مع النادي الأهلي اللي بيجري النهاردة أجرى مسحة طبية استعدادا لمواجهة أسوان. مران استشفائي للاعبين المشاركين في مباراة الإنتاج. ياسر إبراهيم يشارك في المران الجماعي. الشيخ ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي. يورجن كلوب أفضل مدرب في البريمير ليج. السيتي يسعى للتأهل للنصف نهائي الأبطال في مواجهة سهلة أمام ليون. زي ما عودنا حضراتكم بنبدأ طبعا أخبارنا بالنادي الأهلي والفريق الأول لكرة القدم. أجرى النهاردة الصبح مسحة طبية جديدة قبل مواجهة أسوان يوم الاثنين الجاي في الدوري، وده طبعا وفقا للبروتوكول اللي حضراتكم عارفينه واللي أعلنته وزارة الشباب والرياضة، واللي بيتضمن إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات طبعا الرسمية ب 48 ساعة. الأهلي خاض النهاردة التمرين بشكل طبيعي جدا، ما كانش فيه أي راحة، على ملعب التتش استعدادا لمواجهة أسوان، وطبعا رينيه فايلر المدير الفني حرص على عمل جلسة مع جهازه المعاون وجلسة تانية مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب، طالبهم فيها بالتركيز في مباراة أسوان، وطبعا خلاص بقى نقفل تماما صفحة مباراة الإنتاج الحربي اللي زي ما قلنا لحضراتكم إنها انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. لاعبو الفريق الحقيقة شاركوا في مباراة الإنتاج، خاضوا عادي التدريبات الاستشفائية اليوم عشان يتخلصوا طبعا من الإجهاد العضلي تحت قيادة توماس بينكل مخطط الأحمال، وكمان باقي اللاعبين شاركوا في تدريبات الكرة بشكل طبيعي جدا.
ياسر إبراهيم شارك النهاردة في التدريب بعد تعفيه من الإصابة اللي تعرض لها خلال ودية الجونة قبل عودة الدوري، ودي طبعا كانت في كاحل القدم وأبعدته عن التدريب والمباريات خلال الفترة الماضية. كمان من الأخبار الحلوة كان أن أحمد الشيخ لاعب خط الوسط شارك هو كمان في التدريبات بعد ما تخلص من كدمة القدم اللي تعرض لها مؤخرا وأدت لغيابه عن التدريبات الجماعية للفريق ومباراة الإنتاج الحربي امبارح. عايز أقول كمان أن ريني فايلر حرص على إجراء تقسيمة قوية بالكرة للاعبين اللي ما شاركوش في مباراة الإنتاج، وده كان في ختام التدريب النهاردة، وساعتها حتى وجه العديد من التعليمات الفنية للاعبين، وده اللي فايلر خلاص اتعود عليه في كل تدريب. بعيدا بقى عن الأهلي وعن الكرة المحلية، امبارح كان في صدمة تاريخية لكل عشاق ومحبي برشلونة في العالم بعد الخسارة التاريخية اللي حصلت أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري الأبطال بنتيجة 8-2 وإقصاء برشلونة من البطولة اللي غايبة عنه من 5 مواسم كاملة. حقيقة في ناس كانت زعلت مني لما اتكلمت في الموضوع ده قبل كده وقلت إن برشلونة هو الفريق الأضعف للأسف في الفرق اللي في دوري أبطال أوروبا دلوقتي، وإن فوزه على بايرن ميونخ هيكون صعب جدا. بس اللي حصل امبارح كان زلزال، اللي حصل امبارح كان يوم تاريخي، كانت نتيجة تاريخية، أول مرة نشوف برشلونة بالشكل ده من فترة كبيرة قوي. يمكن على الفترات اللي فاتت برشلونة تعرض لبعض الهزائم، بس هزيمة امبارح دي كانت مختلفة جدا، هزيمة بتمحي أي هزيمة حصلت قبل كده، ويمكن بتمحي كمان بعض الانتصارات، ومش هكون ببالغ لو قلت كده، لأنه امبارح كان يوم بيحدد نهاية جيل في برشلونة. لما نشوف الفريق بالشكل ده قدام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا ده مش طبيعي. برشلونة لأول مرة من سنة 46 يدخل فيه 8 أهداف، وكمان تاني فريق في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يخسر ب8 بعد ما حصل مع إشبيلية قدام ريال مدريد. الناس كانت يمكن شوية شايفة أنه ميسي كان في كوميكس بتحصل عليه أنه ميسي مصدوم، هو الحقيقة حقه يتصدم جدا، مش بس علشان هو لاعب كبير وشايف فريقه بيخسر ب8 أهداف، ولا حتى لاعب ناشئ لو شاف فريقه بيخسر بالطريقة دي هيبقى كده، لكن كمان ميسي كان بيتعرض لأكبر وأسوأ هزيمة في تاريخه. ميسي امبارح كان بيعيش حاجة هو ما عاشهاش قبل كده، يعني يمكن الأسوأ اللي كانت قبل ما يحصل ده امبارح كانت حتى ما كانتش مع برشلونة، كانت مع منتخب الأرجنتين لما خسر 6-1 قدام بوليفيا في تصفيات كأس العالم، لو ذاكرتي ما خانتنيش يعني. فالحقيقة إنه ميسي امبارح كان في صدمة ما كانش طبيعي، كنا بقالنا فترة بنقول المدرب فيه مشكلة، برشلونة محتاج مدرب متمرس، محتاج مدرب يقدر يتعامل مع اللعيبة، يبقى فيه ثقة بينه وبين اللعيبة، مدرب يعرف يطبق تكتيكه. من ساعة ما لويس إنريكي مشي وبرشلونة في المشكلة دي بقالها كتير، والصحافة الكتالونية عمالة تهاجم والناس تتكلم، برشلونة بقاله 3 سنين في مشاكل. فاللي حصل ده يمكن كان طبيعي، المدرب فشل تماما في إدارة الماتش تماما، يعني ما ينفعش يبقى لاعب فريق زي بايرن ميونخ وبتعامل بالطريقه دي، يعني لما الاقي بايرن ميونخ افضل مني فنيا وذهنيا وبدنيا دي مشكله. كل كوره كان بايرن ميونخ بيجري بيها على المرمى نسبه ان هي تدخل جون كانت اكبر بكتير جدا من نسبه ان هي تطلع بره، فدي كانت مشكله. ومع ذلك المدرب ما قدرش يتعامل مع المشكله دي، يعني مع ذلك المدرب عمل في الشوط الثاني عمل ايه؟ سحب لعيبه نص الملعب، يعني هو المفروض يهدي يقتل رتم اللعبه بقى، خلاص انت شايف انك خسران وداخل فيك اجوان كتير اقتل بقى، هدي رتم الملعب. لا، سحب لعيبه نص الملعب ونزل بهجوم، فكان طبيعي جدا وكان متوقع جدا الاهداف اللي دخلت كمان في الشوط الثاني. بعد الهزيمه دي فكره ان ميسي يمشي من برشلونه خلاص مش هتبقى مفاجاه، يعني احنا بقى لنا فتره في اشاعات ان خلاص ميسي خارج برشلونه، ده كان بقى له فتره كبيره. بعد اللي حصل امبارح لا، انا هنا ده مش هيبقى مفاجاه، ده كمان في تقارير بدات تتنبا بقى انه طب ميسي هيروح سيتي ويلعب مع جوارديولا تاني، ولا هيروح ايطاليا، ولا مين اصلا الفريق اللي هيقدر يدفع مرتب ميسي ويقنعه ان هو يمشي من برشلونه. مش عايزه برضو الكلام عن برشلونه والهزيمه التاريخيه دي يخليني ما اديش حق بايرن ميونخ، الحقيقه قدم ماتش كويس جدا، فريق كان كويس جدا، كان متكامل جدا، وكان الحقيقه رائع بكل ما تحمله المعنى من الكلمه من معنى، كان فريق متكامل جدا، وخصوصا الباك الشمال الفونسو ديفيز اللي عنده 19 سنه واللي قدر ياخد افضل لاعب في الدوري الالماني، والحقيقه
بيشكل جبهة قوية جدا في الناحية الشمال، يمكن هي الأقوى في أوروبا دلوقتي. ده بالنسبة للكلام عن ماتش برشلونة. أكيد من حق كل محبي ومشجعي برشلونة إن هم يتضايقوا بعد الخسارة دي، طبيعي جدا. وأنا قلت إن أنا واحدة من مشجعي برشلونة، والحقيقة 8 كانت ثقيلة قوي. صحف العالم وصفت الهزيمة دي بالعار التاريخي على برشلونة. لما اتكلموا عن الماتش وصفت صحيفة أس الإسبانية وضع برشلونة بالجحيم، وده طبعا قبل ما توضح ان كتيبة البلوجرانا تعرضت للذل على ايد بايرن ميونخ واللي كتب نتيجة تاريخية زي ما قلنا في دوري الأبطال. اما صحيفة ماركا المدريدية اكتفت بكلمة واحدة على صفحتها وكتبت انه عار. صحيفة سبورت تصدرت في برشلونة، قالت ان عنوانها التاريخي اللي كان بيتصدر عار تاريخي في الناحية الثانية. طبعا الصحف الألمانية تغنت بفوز البايرن وقالت صحيفة بلد 8-2 فوز عملاق. مجلة كيكر بقى قالت بايرن بيذل برشلونة في تأهل مستحق للنصف النهائي. وفي انجلترا وصفت صحيفة دالي ميل البريطانية فريق برشلونة بالعاجز. اما صحيفة ميرور ركزت على المستوى المذهل اللي قدمه كوتينيو، اللي طبعا ما كانش ماشي يعني بخطة ثابتة مع بايرن ميونخ، لكن امبارح تألق جدا قدام برشلونة فريقه الأصلي وسجل هدفين وصنع ثالث. في إيطاليا بقى كان التركيز على إهانة ميسي في ظل طبعا ارتباطه زي ما قلنا لحضراتكم، ارتباط اسمه بالانتقال لإنتر ميلان. عنوانت صحيفة لاجازيتا ديلو سبور: بارسا يغرق، ميسي يهان، هل يغادر برشلونة؟ عشان نتكلم أكتر عن مباراة برشلونة هيبقى معانا دلوقتي الصحفي أمير نبيل، الصحفي بجريدة الشروق. برحب بيك في برنامج السادسة. أهلا بحضرتك وجميع مشاهدي قناة الأهلي. أهلا بحضرتك. عايز أعرف بس من حضرتك بداية كده، إيه السبب اللي يخلي برشلونة يظهر بالأداء ده؟ ليه 8 أهداف؟ طيب، هو في البداية طبعا يعني محدش كان يتوقع، أكثر المتشائمين لمستوى برشلونة في الفترة الأخيرة وأكثر المتفائلين بما يمكن أن يحققه بايرن ميونخ ما كانش يتوقع النتيجة تصل دي، أو حتى ممكن نص النتيجة، يعني مش عايز أبالغ أقول حتى اللي كان يتوقع الفوز برباعية برضه كان فيها قدر من المبالغة. ولكن الحالة اللي كان يعاني منها برشلونة في الفترة الأخيرة على مستوى الليجا، يعني محدش كان يصدق أن برشلونة متصدر الترتيب قبل فترة التوقف الكبير بسبب انتشار فيروس كورونا. محدش كان يتوقع ان برشلونه يعني يواصل السقوط بالطريقه الغريبه دي ويفقد كميه نقط. صحيح برضه ما كانش على الجانب الاخر، ما حدش يتوقع ان ريال مدريد يحقق العلامه الكامله في مبارياته ويقدر يحصد لقب الليجا، ولكن الشكل العام لبرشلونه بعيدا حتى عن النتائج، الشكل العام لم يكن ينبئ بان هذا الفريق يستطيع ان هو يحقق البطولتين سواء الليجا او دوري ابطال اوروبا، خاصه في الظروف الحاليه اللي انفرضت على دوري الابطال اقامه المباراه من مباراه واحده في المرحله الحاليه من البطوله. يعني حتى الفوز على نابولي في المباراه اللي كانت قبليها يعني برضه ما اداش اقناع كبير بان برشلونه قادر ان هو يواصل المسيره حتى النهايه. في المقابل بايرن ميونخ الحقيقه يعني كشر عن انيابه بكل مدح منه الكلمه من معنى، واظهر الحقيقه كل يعني القوه الهجوميه الموجوده لديه، وقدر ان هو يستغل كل الفرص المتاحه، بل بالعكس ده كان ممكن يزيد النتيجه لاكثر من ذلك، فكانت الحقيقه صدمه كبيره جدا. يمكن مش عارفه بتتفق معايا ولا لا، بس انا شايفه انه بعد الجون الخامس برشلونه كان استسلم تماما. يعني انا يعني ده جزء برضو بيعود على المدرب، بس برضو في جزء على اللعيبه اللي في الملعب. اللعيبه دي المفروض ان هي عندها الخبرات الكافيه ان هي تقدر تتعامل في موقف زي ده، ان هي على الاقل ما تطلعش بالسكور ده. صحيح، هو يمكن اتفق مع حضرتك في حضرتك بتقولي بعد الهدف الخامس خلاص الاداء بقى، يمكن اللعيبه حست بالاحباط الشديد ان هو خلص فرصه العوده امام فريق كبير زي بايرن ميونخ ويعني بنتيجه في وقت قليل جدا، اعتقد ان ده كان شبه مستحيل. يمكن ده برضو اللي بيرجعنا لنقطه المباراه الواحده اللي في الدور الفاصل او المباراه من يعني جوله واحده دي، الحقيقه سلاح ذو حدين. الفريق اللي بيقدر ان هو يسجل او يقتل المباراه بلغه الكوره ده خلاص يعني خلاص فكره ان هو ريمونتادا ما بقتش متاحه في هذه المرحله من البطوله، والخساره بهذا العدد من الاهداف. يمكن البعض تفائل لما قدر برشلونه يعدل بخطا او هدف ديفيد الابا في مرمى بطريق الخطا، وقدر ان هو يعني حس ان برشلونه ممكن يعود للمباراه بقوه، ولكن الشكل العام لم يكن يوحي ان برشلونه يستطيع يعني مجابهه البايرن. حتى على المستوى الفني والتكتيكي للمدرب كيكي سيتين كان ضعيف جدا للغايه الحقيقه، يعني حتى الحلول اللي كانت عنده الدفاعيه ما قدرش ان هو يوقف بيها انطلاقات
بريسيتش وانطلاقات جنابري وروبرت ليفندوفسكي حتى اللي هو كان التركيز الشديد معاه من ثنائي دفاع برشلونه لانجلي وبيكي، يعني حتى في الاول حتى اذا كان ما استطاعش ان هو يسجل فصنع اهداف، صنع لمولر وكان تحركاته ايجابيه للغايه، ويمكن ده يعني يعكس ان كان برشلونه بيعاني على مستوى كافه الخطوط. هجوميا كان ضعيف جدا، مش قادر يوصل يخترق دفاعات بايرن ويعدي ويهدد مرمى مانويل نوير الا في الهدفين يمكن اللي جم او محاولات قليله باستثناء الهدفين. وعلى المستوى الدفاعي كان في الحقيقه كوارث في كل هجمه بيشنها بايرن، خاصه ان بايرن يعني كان يعني عنده التركيز شديد جدا على الجبهه اليمنى اللي كانت بتعاني جبهه البرتغالي سيميدو. طيب في اخبار بتقول ان بوكيتينيو بيقترب من تدريب برشلونه، مع انه يعني في تصريحات كانت ليه قبل كده ان هو عمره ما هيدرب برشلونه. صحيح، يمكن هو حته انتمائه لاسبانيول كانت طاغيه شويه، ولكن اعتقد الامور قد تتغير مستقبلا. برشلونه في فتره حاليا مرحله تغيير، يعني يمكن نتحدث عن فريق يحتاج الى الكثير من العمل الفني، كثير من العناصر. اداره برشلونه مسؤوله بشكل كبير جدا عن الحاله اللي وصل اليها الفريق الفتره الاخيره، الصفقات لم تكن على المستوى المطلوب، كان في ممكن تدعيمات باسماء كبرى ولكن غير مناسبه، يعني بنتحدث عن لاعب زي انطوان جريزمان، يعني نزوله حتى في الشوط الثاني كان دون اي تاثير دون اي معنى، كان مطالب ان هو يسجل اهداف في وقت ان الفريق فيه ما كانش عنده اي شكل هجومي واضح. فبالتالي المدرب القادم هتكون عليه مسؤوليه كبيره جدا بعد كيكي سيتين، وايضا المدرب السابق لارنستو فالفيردي. يعني كان الشكل الفني كان برشلونه دايما الاداره الكاتالونيه بتدور على مدرب زي ما بيقولوا كده في الدي ان اي الكاتالوني او الدي ال اي اللي هو اللي بيقدر يحقق الكره الجميله او الكره التيكي تاكا اللي كان مميز بيها برشلونه. بشكر حضرتك جدا استاذ امير نبيل الصحفي بجريده الشروق. نروح بقى للدوري الانجليزي ورابطه الدوري الانجليزي اللي اعلنت النهارده عن فوز الالماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بجائزه افضل مدرب لموسم 2019-2020 في الدوري الانجليزي الممتاز. كلوب فاز للمره الاولى في مسيرته بعد قياده ناديه في موسم تاريخي، حقق خلاله الريدز لقب البريمير ليج لاول مره من 30 سنة برصيد 99 نقطة. كلوب كمان حقق جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي 5 مرات خلال الموسم ده، وفاز ليفربول تحت قيادة كلوب الموسم ده في 18 مباراة متتالية، غير أنه كمان حقق إجمالي 32 انتصار في الدوري وحصد 55 نقطة من 57 نقطة ممكنة على أرضية ميدانو أنفيلد. النهارده بقى كمان في مباراه مهمه جدا وقويه جدا بين مانشستر سيتي وليون في ختام مباريات ربع نهائي دوري ابطال اوروبا. السيتي بقياده جوارديولا طبعا طمعان في الفوز للعبور للنص النهائي والوصول كمان لنهائي البطوله العريقه والفوز بلقبه الاول. مانشستر سيتي اصبح النادي الانجليزي الوحيد اللي وصوله لدور الثمانيه في النسخه الحاليه، وسبق لجوارديولا طبعا انه فاز باللقب في 2009 و2011 زي ما حضراتكم عارفين لما كان مدرب لبرشلونه، بس هو ما كررش النجاح ده خلال 3 مواسم قاد فيها بايرن ميونخ من 2013 ل 2016، وده برده حصل مع مانشستر سيتي اللي بيدربه من 2016. قبل ما نطلع فاصل هنروح لفيديو جراف عن اكتر اللاعبين تسجيلا للاهداف الرسميه، نروح نشوفه وفاصل ونرجع لحضراتكم في السادسه.
برحب بحضراتكم من جديد. الحقيقه يعني مباريات الدوري المصري طبعا مهمه، وان احنا نوصل ان احنا 19 مباراه ما نخسرش ده حاجه مهمه جدا، 17 فوز واثنين تعادل ده يحسب لفايرل وللعيبه. بس دلوقتي هدفنا الاكبر والاهم هو بطوله دوري ابطال افريقيا، ده هدف كل الاهلاويه، الاهلاويه مستنيين الاهلي يفوز السنه دي باذن الله، الموسم ده باذن الله بدوري ابطال افريقيا، وحقهم لان الاهلاويه حقهم ان هم يطمحوا دايما في الاحسن، لان الاهلي يعودهم على كده، يعودهم على البطولات ويعودهم على الانجازات. عشان نتكلم اكتر عن بطوله دوري ابطال افريقيا هيبقى معانا دلوقتي الصحفي التونسي امير بوكا، نتكلم معاه عن البطوله الافريقيه اللي بتعتبر هي الاهم لجميع الانديه في القاره. برحب بيك يا فندم على شاشه قناه النادي الاهلي. مرحبا بك ساره محسن، وتحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه الاهلي. عايز اعرف توقعاتك في البدايه كده لمباريات نص نهائي دوري ابطال افريقيا في صراع مصري مغربي، يعني الاهلي مع الوداد والزمالك مع الرجاء المغربي. توقعاتي او امنياتي؟ لا توقعات. طيب التوقعات بصراحه بدون مجامله، مش لاني موجود مع قناتكم حاليا، ولكن اتوقع الاهلي المصري هو بطل افريقيا الموسم الحالي. الاهلي اللي تعود دائما انه يكون موجود فوق منصات التتويج، ودائما يعني مش غريب على جماهير الاهلي، يعني كنت اسمع فيك منذ قليل اللي الاهلي عود جماهيره الكبيره طبعا، وكيان حتى كنقولوا اليوم الاهلي المصري، نتحدث على كيان كبير اسمه الاهلي المصري، ومكانه دائما منصه التتويج في افريقيا. فاعتقد ان الاهلي المصري سيكون، اتوقع النهائي سيكون مصري مصري بين الاهلي والزمالك، واكيد كما جرت العاده سيكون الفوز الاهلي. طب وشايف ازاي لو النهائي فعلا هيطلع مصري خالص بين الاهلي والزمالك، هتبقى شايف اللقاء ده ازاي؟ لانها هتبقى اول مره تحصل في نهائي دوري ابطال افريقيا. اتوقع مهما كان اسم المنافس ساره في المقابله النهائيه، الاهلي لن يفرط في دوري ابطال افريقيا الموسم الحالي، يعني تذكروا اخر زوز مواسم صحيح توج الترجي الرياضي التونسي بالبطوله، ولكن الاهلي كان طرف موجود فيها في المقابله النهائيه الموسم الماضي لا اللي قبله. الشيء هذا مش معتاد على الاهلي المصري، الاهلي المصري دائما يكون موجود في الدومي فاينل، اذا اقصي من نصف النهائي البطوله اللي بعدها مباشره يكون موجود في الفاينل، فلذلك اعتقد ان النهائي الموسم الحالي سيكون مصري فعلا للمره الاولى في تاريخ دوري ابطال افريقيا، النهائي بين الاهلي والزمالك، ولكن بصراحه مع كل احترامي لجماهير واحباء الزمالك المصري لا مجال للمقارنه بين زوز فرق. شوف انا اليوم كصحفي تونسي فما علي معلول في الاهلي المصري وفرجاني ساسي في الزمالك المصري، ولكن ما يقدمه علي معلول مع الاهلي المصري يفوق فرق كبير برشا بين ما يقدمه فرجاني مع الزمالك كذلك. طب لو اتكلمنا فنيا اكتر، ليه حضرتك بتاكد قوي ان الاهلي خلاص هياخد دوري ابطال افريقيا؟ ايه ايجابيات الفريق من وجهه نظرك والمدرب؟ الاستقرار على 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 في الرصيد البشري الاهلي، انتدابات ناجحه جدا في الاهلي المصري، يعني شوف حتى يمكن بعض احباء الاهلي المصري زعلانين او متضايقين متقلقين شويه نقول بالتونسي من تعادل مقابله امبارح يمكن، ولكن هذه حال كره القدم ما بعد الكوفيد، ما بعد الكورونا، هذا ما يعنيش انه هذاك هو مستوى الاهلي المصري. نتوقع الاهلي المصري او ارشح الاهلي المصري ليكون بطلا للنسخه الحاليه لانه الفريق الاكثر جاهزيه، يعني شفنا احنا المقابلات حتى مقابلات ربع نهائي البطوله وشفنا حتى دور المجموعات، الاهلي المصري كان الفريق الاكثر جاهزيه بين الاربعه الموجودين حاليا. طيب شايف ان نظام مباريات الذهاب والاياب بدل من نظام المباراه الواحده هيكون في صالح النادي الاهلي او لصالح الانديه المصريه بشكل عام؟ في صالح الانديه المصريه لا، ونعاود نكرر مره اخرى احترامي لكل الفرق المصريه، ولكن في صالح الاهلي المصري طبعا، لانه نرجع ونقول مره اخرى الاهلي المصري كيان عظيم، اينما ذهبت في اي مكان في العالم ستجد معناها جماهير كبيره وغفيره جدا من احباء المصري، يعني تذكروا حتى كان فما احتجاج من الزمالك المصري والرجاء المغربي قبل قرابه الشهر عندما تحدث الاتحاد الافريقي على امكانيه اقامه المقابلات نصف نهائي ونهائي دوري ابطال افريقيا في دوله الامارات العربيه المتحده، يعني تذكروا حتى الاحتجاج كان بتعلت الوداد المغربي والاهلي المصري عندهم شعبيه جماهيريه كبيره جدا وضخمه في الامارات، ولكن مش في الامارات فقط، في كل دول العالم الاهلي المصري عنده شعبيه كبيره. الاهلي المصري كل مقابله عنده، يعني يمكن النظام الذهاب والاياب في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، الاتحاد الافريقي الى اليوم لم يحسم، يعني حتى بالامس تم الاعلان رسميا عن اصابه 6 لاعبين من لاعبي الوداد المغربي بفيروس كورونا، نتمنوا لهم اكيد الشفاء ان شاء الله للامه العربيه الكل، ولكن الاتحاد الافريقي وقع في التسلل، يعني اليوم انت من المفروض ان يكون عندك بعض اسابيع باش يكون عندك نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، النصف النهائي باش يكون الوداد طرفا فيه. في البدايه كان توجه لاقامه مباراه واحده يعني لا ذهاب والاياب في 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 بلد
محايد. نفس الشيء يطبق على الاهلي ولا والزمالك، والنهائي بنفس الوضعيه، لكن الاتحاد الافريقي تراجع بعد ذلك واقر لنصف نهائي البطوله سيكون ذهابا وايابا، والنهائي اذا كان فما موجودين زوز فرق حاضرين من نفس البلد يعني المغرب او مصر سيقام مباراه نهائيه في البلد تاع زوز فرق، واذا كان الطرف في النهائي مغربي ومصري ستقام المباراه النهائيه في بلد محايد. اعتقد لكل هذه الظروف الاهلي المصري نعرفه فريق يعيش تحت الضغوطات، فريق تاقلم مع الضغط، فريق يعني ما ياثرش فيه اذا كان يلعب في مصر او خارج مصر، جماهيره دائما موجوده معاه، واللاعبين والخبره والاسم التاريخي الكبير كذلك عند الاهلي المصري يلعب دور كبير في مثل هذه الادوار. عايز اسالك برضو، ليه غابت الانديه التونسيه عن صراع الظفر بكاس القاريه رغم ان هي كانت متواجهه بصفه شبه مستمره المواسم اللي فاتت؟ شوف ساره، ما يخفاش على على على, على الراي العام وعلى العالم كله متابعي كره القدم الافريقيه، اولا صراع كبير جدا وجدال بين الاتحاد الافريقي لكره القدم والفرق التونسيه خاصه الترجي الرياضي التونسي. نرجع بيك قبل زوز مواسم، النادي الرياضي الصفاقسي تعرض لمظلمه تحكيميه صارخه في لقاء نهضه بركان المغرب، يعني في فندق اقامه الفريق 3 متاع الصباح 3 صباحا فتحت الانذارات وحريق وغيره، يعني صارت بلبله. بعد ذلك تفكروا المقابله الشهيره انسحاب الوداد المغربي من نهائي دوري الابطال بتعلت عدم عمل تقنيه الفيديو المساعد او الفار، هذا يكون عامل، ولكن هذا ما يعنيش اللي هو السبب الرئيسي لغياب الانديه التونسيه. الترجي الرياضي التونسي، خلينا نحكي على قطبي كره القدم التونسيه اللي عاده ما يكونوا متواجدين في دوري ابطال افريقيا، الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي، الترجي الرياضي التونسي يعني فرط في ركائز اساسيه في الفريق بعد تتويج بدوري ابطال افريقيا لنسختين متتاليتين، فرط في ركائز اساسيه، نحكي على امير بن محمد، فرانكوم، غيلان الشعلالي، انيس البدري، يوسف البليلي، يعني ركائز اساسيه في الفريق، مش من السهل ابدا، يعني صعب جدا انك تلقى التركيبه نتاع الفريق بعد تفريط في 5 ركائز اساسيه، يمكن هذا هو السبب الرئيسي للترجي الرياضي التونسي. بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي، المشاكل الفنيه، تغيير المدربين، المشاكل الاداريه في الفريق، المشاكل الماليه، الشكاوي من اللاعبين ضد الفريق، هذا كله ياثر على الفريق ويؤثر على مردود اللاعبين خاصه في المسابقات القاريه. أكيد بنتمنى عودة الأندية التونسية للمنافسة على البطولة القارية، بس عايز أسألك كمان، أنت قلت إن شايف إنه علي معلول متألق جدا مع النادي الأهلي، عايز أعرف بقى تألق اللاعب ده ساهم بشكل كبير في زيادة شعبيته أو شعبية النادي الأهلي في تونس؟ لا، هو شوف، هو عادة الجماهير التونسية قبل حتى انتقال علي معلول، نذكره حتى يعني أنيس بوجلبان، شوف شعبية الأهلي المصري، الأهلي المصري عنده شعبية جماهيرية في تونس، يعني مش جماهيرية إنه الناس تشجع الأهلي المصري ضد فريق تونسي، لا، القصد نتاعو إنه الأهلي المصري كل ما يتنقل جماهير الأهلي المصري الغفيرة لتونس يلقاو دائما الترحاب من الجماهير التونسيه، يعني هذا لعراقة الاهلي المصري، ونعرف المواجهات التونسيه دائما كانت بين النجم الرياضي الساحلي والاهلي المصري او الترجي الرياضي التونسي والاهلي المصري وفي وقت من الاوقات كذلك النادي الافريقي. علي معلول وجوده حاليا في الاهلي المصري اكيد يخلي الناس يتابعوا اكثر الاهلي المصري، يتفرجوا ويشاهدوا ابداعات علي معلول، لان يعني علي معلول بصراحه كان لاعب بارز في النادي الرياضي الصفاقسي وقدم الكثير لنادي الرياضي الصفاقسي، كان هداف البطوله في وقت من الاوقات، ونعرف البوست نتاع علي معلول او المركز نتاعو ظهير ايسر، يعني صعب انك تلقاهم اهداف، ولكن كان موجود في وقت من الاوقات قائد وهداف نادي الرياضي الصفاقسي، ولكن عند انتقال معلول للاهلي تحسن اداء علي معلول بصراحه واصبح عنده نزعه هجوميه اكثر، ونشوفه فيه قاعد يتالق في مقابله تلو الاخرى مع الاهلي المصري، وهذا الشيء يؤكد اذا دل على شيء فهو يدل على يعني بصراحه الفنيات الكبيره اللي عند اللاعب هذا، واللي هو يشرف كره القدم التونسيه احسن تشريف خاصه في فريق كالاهلي. بشكر حضرتك جدا الصحفي التونسي امير بوكا، كنت منورني برنامج السادسه، واكيد بنتمنى ان النادي الاهلي يفوز بدوري ابطال افريقيا الموسم ده. النهارده هنتكلم بقى عن حكايه من حكايات النادي الاهلي، حكايه فوز، حكايه انتصار زي ما عودنا حضراتكم. زي النهارده النادي الاهلي توج بطلا لكاس مصر للمره رقم 36 في تاريخه بعد غياب 10 سنين، بعد ما قدر ان هو يحول التاخر قدام المصري في الوقت الاضافي لفوز غالي في الدقيقه الاخيره. المصري كان تقدم بهدف لعبد الله بيكا قبل نهايه الشوط الاضافي الاول، وتعادل عمرو جمال قبل نهايه المباراه بثلاث دقائق
قبل ما يحسم أحمد فتحي اللقب في الوقت المحتسب بدل من الضائع. تشكيل الأهلي وقتها كان شريف إكرامي، أحمد فتحي، رامي ربيعة، محمد نجيب، التونسي علي معلول، حسام عاشور اللي كان كابتن الفريق وقتها، عمرو السولية، مؤمن زكريا، عبد الله السعيد، وليد سليمان، وجونيور أجاي. وعلى مدار التاريخ نجح النادي الأهلي في تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية كمان والعالمية، وبعدد كبير جدا من البطولات قدر ساعتها الأهلي إن هو يبقى ملك على منافسيه. وصل عدد بطولات الأهلي وقتها ل 136 بطولة خلال 113 سنة، وده عمر القلعة الحمراء اللي تأسست عام 1907. المارد الأحمر توج ب 41 بطولة دوري عام، 36 لقب ببطولة كاس مصر، 10 ألقاب سوبر محلي، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دوري منطقة القاهرة، لقب واحد كاس الجمهورية العربية المتحدة، ولقب واحد من كاس الاتحاد المصري. ولسه هنكتب التاريخ أكتر، ولسه في بطولات وإنجازات أكتر بإذن الله. نروح لفاصل ونفكركم الأهلاوي مش هيسيبنا، ونرجع مرة تانية ببرنامج السادس. وادي هشام حنفي بيلعب كورة وحلوة، عمرو الحديدي يا ولد يا ولد يا ولد يا عمرو، لسه بقول لحضراتكم عامل ماتش كبير قوي 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 قوي. يطل علينا بين الحين والآخر مدافعون أفذاذ عاشوا لخدمة النادي الأهلي، أحبوا الكيان العظيم وعشقوا ترابه، وبذلوا كل ما في وسعهم ليسعدوا جماهير القلعة الحمراء. ملك العالي، الرجل الطائر، وملك التاكلينج عمرو الحديدي. مفيش هزار وكله جدية، وادي هشام حنفي بيلعب كورة وحلوة، عمرو الحديدي يا ولد يا ولد يا ولد يا عمرو، لسه بقول لحضراتكم عامل ماتش كبير قوي 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 قوي. رشدي أباظة كرة القدم المصرية، والذي شغل مركز المساك بقميص المارد الأحمر في فترة التسعينيات، وأجاد فيه خلال مباريات عديدة كبرى، حيث كان يتمتع بقوة البنيان والطول الفارع والتميز في الألعاب الهوائية. عمرو الحديدي بعد 42 دقيقة. انضم الحديدي لصفوف فريق النادي الأهلي قادما من غزل المحلة موسم عام 1993-1994، وكان أحد ثلاثي الخط الخلفي للأهلي في ولاية الإنجليزي آلان هاريس، في الوقت الذي كان بديلاً في أغلب فترات قيادة الألماني راينر هولمان. لقب الحديدي بمكتشف النجوم، حيث كان له دور رئيسي في اكتشاف العديد من اللاعبين مثل إسلام الفار ومحمود حمدي الونش وحسام حسن مهاجم سموحة ومحمد السيد هاشم دونجا لاعب الإسماعيلي ومحمد أشرف رؤى نجم الزمالك وإمبي وغيرهم من لاعبي الدوري المصري الممتاز ومنتخبات الناشئين، وأيضا بعض المحترفين في الخارج. تألق الحديدي بصحبة المدرب الإنجليزي آلان هاريس المدرب السابق للأهلي، ولعب بجيل أحمد نخلة وأبو الدهب وجمال السيد. عمل الحديدي في 2012 مدربا بأكاديمية النادي الأهلي للبراعم، قبل أن ينضم للعمل مديرا فنيا لقطاع الناشئين بنادي الإنتاج الحربي لمدة موسمين من 2015 حتى 2017. الأهلي دائما لا ينسى أبناءه المخلصين. وادي هشام حنفي بيلعب كورة وحلوة، عمرو الحديدي يا ولد يا ولد يا ولد يا عمرو، لسه بقول لحضراتكم عامل ماتش كبير قوي قوي. برحب بحضراتكم من جديد. في حكايات كتير قوي هنحكيها مع ضيفي اللي منورني في الاستوديو، مدافع الاهلي ومنتخب مصر السابق كابتن عمرو الحديدي. منورني يا كابتن. ربنا يخليك يا ساره. عايز اعرف بس من حضرتك كده بدايه رايك كده في تطوير قناه الاهلي الجديد. هو طول عمر النادي الاهلي الجديد عنده مش عند حد تاني، الناس بتقلد النادي الاهلي، النادي الاهلي هو البيت الجديد، الاصل، المبادئ، الاهتمام، التطوير، الشعب. النادي الاهلي كل حاجه حلوه تتقال على اسم النادي الاهلي. يعني ده كلام كبير مش بعرف اعلي عليه. نرجع يا كابتن بقى، نبدا من بدايتك كده، فلاش باك بدايتك كده مع كره القدم من وانت صغير، لما عرفت ان انت بتعرف تلعب كوره قوي احسن من اي حد.
لا هي مش موضوع احسن، انا زي اي حد لعبت الكره الشراب من حي شبرا رود الفرج، ابتديت اتطور شويه لغايه ما وصلت ل10 سنين، فاخويا الاكبر كان بيلعب في نادي اسمه مدينه نصر، اخويا مجدي، فابتدى ياخدني معاه، اخوه الصغير اللي شايل له الشنطه، اتواجد، ابتديت اتعلم حاجات، فعرض على النادي، لعبت واتقيدت، كانت اول مسابقه وانا عندي 11 سنه. ابتديت بقى العب، اعرف يعني ايه ملعب 11 ويعني ايه دوري منافسات، ومش زي دلوقتي في اكاديميات للتعليم والكلام ده، لا دلوقتي الموضوع ان كانت المواهب زمان كتير قوي وما كانش فيه اختبارات، ويقطع طبعا تذكره وياخد التذكره ويختبر مره واثنين وثلاثه، لا مجرد انك كويس بيجيب شهاده الميلاد وبتمضي توقع، بيجيب شهاده ميلاد والده، بيجيب بطاقه والده، بيوقع وبيتأيد. مشيت كده من اول كده، كنا متواجدين في نادي مدينه نصر لغايه ما وصلت 17 سنه. بعد كده يعني ما فيش نادي في مصر ما رحتوش، ما فيش نادي ما خبطتش على بابه ان يشوفوني. كانت الجراءه جات لي اما كان زميل الطفوله وزميل الملعب كابتن خالد الغندور في الوقت دوت، خالد راح الزمالك وهو عنده 17 سنه. فقلت اجرب حظنا كمان، يعني في لعيبه كويسه، كان خالد الغندور ساعتها راح الزمالك، وعز عرفان مستشار دلوقتي كان راح المقاولين، وهشام حسن راح الاهلي كان مع كابتن مصطفى عصمت. قلت اروح اجرب انا كمان بقى، طرقت كل البيبان، كل البيبان، عايز تيجي هات الاستغنى بتاعتك وتعالى. يعني اقدر اقول يا كابتن المشوار كان صعب، كان صعب ومليان تحديات اللي هو ممكن تخليك مثلا في وقت من الاوقات تستسلم. ليه بسالك ده؟ لانه في كتير بيتفرجوا علينا بيبقوا صغيرين وحلمهم ان هم يبقوا نجوم مثلا زي حضرتك، سواء في الكوره او غير الكوره كمان، فاكيد المشوار بيبقى صعب، في تحديات كتير، بس في بقى اللي بيستسلم وفي اللي بيكمل. هقول لك يا ساره، ممكن اقول شعارات وابقى شكلي جميل وبتجمل وانا بقول الحقيقه، صح. انا في الوقت اللي انا كنت موجود فيه ما جاليش لحظه ياس، ما انا بحب الكوره، هبقى متواجد، بس حلمي ان انا اروح النادي الاهلي ده كان حلم بعيد قوي قوي، ابعد ما اي حد يتخيل. يعني ابسط مثلا ان كان في مباراه ما بين الزمالك والاهلي ناشئين، فرقه عمرو انور وعبد الجليل، رحت اتفرجت عليها، كانت في ملعب اسكو جنب بيتي. قلت في يوم من الايام ممكن يجي الزمن ابقى موجود هنا. ممكن، يعني كان في تحديات بس انت اللي ما يئستش. يا ما يئستش، هقول لك حاجات الناس هتصدقها، ده اللي جوايا وهقولها بالامانه، انا كنت امنيه حياتي البس الفانيلا اللي بتقول دور الاضواء، امنيه حياتي اسم عمرو الحديدي، ان انا والدي اسمه الحديدي، يتقال في التلفزيون في منشط صحافه في برنامج في التلفزيون، عايز اكون موجود وبس. اللي احنا بنشوفه دلوقتي في حاجات كتير قوي سهله انك انت تتواجد، وفي كتير يساعدوك عشان تتواجد. هناك ما كانش في حد بيساعد حد، ايامنا ما كانش في حد بيساعد حد. في الوقت اللي انا فيه 17 سنه بقول لحضرتك طرقت كل البيبان بما فيهم نادي الزمالك، ورحت اتمرنت في وجود كابتن محمد صلاح وكابتن محمد توفيق وكابتن ميمي فكري، شكرا، هات الاستغنى وتعالى. النادي الاهلي عمر ما خبطت على بابه، النادي الوحيد اللي ما خبطش على بابه سبحان الله. الترسانه، كابتن رأفت مكي، كابتن احمد شناوي الحكم كان هو المدير الاداري، كابتن بدر شحاته، كابتن حملاوي، كل دول رحت لهم هات الاستغنى وتعالى، ما فيش حد كان بيشتري ناشئ. لغايه ما في يوم كنا متواجدين في مباراه اولد، ناس كبار بيلعبوا ما بين نادي مدينه نصر والمحله، فكان اللي كان موجود معايا ربنا يديله الصحه كابتن محمد صالح نجم المصري، كان زميلي في الشركه، فقال لي ما تيجي معانا، قلت له خلاص اجي معاكم رحله بدون مبالغه، احنا طالعين رحله، قلت له خلاص اجي معاكم. فاول ما رحنا انت بتتفرجي بقى على غزل المحله جوه الشركه، حصل غدا للضيوف بعد ما خلاص، قالوا في مباراه ما بين منتخب الشركه ضد فريق غزل المحله كمباراه تجريبيه. قلت ماشي، لبسنا وتواجدنا ونزلنا. انت بقى في حلم بقى، كابتن شوقي غريب، كابتن خالد كرم، كابتن حسام عبد الغني، كابتن احمد حسن، لا مفيش بقى، انت اقصى الطموح سمعتي عن حد جنبك، ما سمعتش عن الاضواء الاسماء دي الكبيره دي كلها. المحله كان تاني الدوري العام بعد النادي الاهلي. طب انا هلعب مع دول ازاي؟ طيب وبعدين المدرب اللي كان معانا كابتن عبد الكريم مجهري قال لي عمرو انت هتلعب على كابتن محمود المشائي. يا كابتن في ايه؟ كابتن مشائي اللي بيهز شباك الاهلي والزمالك والاسماعيلي. طب خلاص ماشي هلعب. خسرنا 5. اوكي. انا راجل صغير عندي 17 سنه. طب بعد الماتش
فلقيت الكابتن نوى الله يرحمه بيقول له هو الولد الصغير ده بيلعب في حته. فخرجت بعد الماتش رحت المكتب عنده، كان كابتن شناوي وكابتن خرشد وكابتن عبد الرحيم خليل. فكابتن عبد الرحيم قال لي انت بتلعب فين؟ قلت له بلعب في نادي مدينه نصر، وجيت مع الشركه ابقى متواجد العب الماتش الودي ده. فقال لي انت عندك كام سنه؟ قلت له عندي 17 سنه. قال لي تحب تيجي تغازل المحله؟ انت بقى اخر الطموح انك اهلي زمالك ترسانه جوه مصر الانديه اللي جوه القاهره. هاجي ما تجيش ليه؟ هتقدر احنا ادينا بس الطريق نتقابل نتعامل مع مين ونخلصك ازاي وناخد استرنتك وتبقى تواجد معانا. قلت ماشي خلاص، نسيت بقى والموضوع، قلت لو هيخلص حلم ما خلص انا متواجد مع النادي بتاعي زي ما انا. فاحنا متواجدين في النادي لقيت تليفون، كان تليفون النادي، في تليفون جاي لك، كان زميلنا الدكتور صفي وكابتن ايمن سعد كانوا زمايلي في الفرقه، قالوا لي ده حصل اتصال ما بيننا وما بينهم ان احنا كنا ثلاث لعيبه ايمن سعد وصفي وانا ان احنا هنروح المحل. فكابتن شناوي قال لي احنا هنيجي مصر وجهز لنا ميعاد مع الدكتور العريان والحاج صلاح رمضان ورئيس النادي. قلت ماشي، حددت ميعاد الجوم فعلا في الميعاد كان يوم جمعه، ورحنا وقابله الحاج صلاح. احنا نقدر نشتري كابتن عمرو وناخده معانا، اتفقوا على كل حاجه، وبقى الموضوع شكل بنسبه 90% جدي، فوقف الموضوع على امور ماديه. فاليوم اللي كان هيحصل فيه ان انا اخد الاسترنا بتاعتي الحاج احمد الشعراوي كان موجود، كان لسه الحاج احمد ما عملش فرقه البلديه ولا في البروباجندا الكبيره عن عيله الشعراوي يعني. فالدكتور العريان قال له احنا عايزين فلوس قد كذا، قال له طب خلاص انتوا عندكم 10,000 لاعب موجودين في النادي وبيلعبوا العاب مختلفه، وانتوا طالبين مني من شركتي ان انا اجيب لكم الملابس الرياضيه، هنخصم من الملابس الرياضيه باسم عمرو الحديدي مبلغ وقدره قد كذا، يبقى المبلغ وصل اكتر ما انت طرحت انك تاخد فلوس نقديه. قال له خلاص ماشي، نكتب الاستغناء باسم مين؟ قال له وجهها باسم نادي غزل المحله. توجهت باسم نادي غزل المحله وسافرت بالفعل. اول ما سافرت كان في الوقت دوت معسكر هيتعمل في احد القرى السياحيه، ومعانا كان دكتور الله يرحمه الدكتور عبد الجليل ابو العيش. قال لي انت نفسك تبقى حاجه؟ قلت له طبعا. فعملت 10 ايام هناك، انبهار وصل لغزل المحله للفلاحين ان المحله جابت لعيب من مصر، واول مره تحصل ان اقصى المحله يجيب لعيبه من طنطا من كفر الشيخ من المنصوره، مش من القاهره، ما يجيبش من القاهره ان مفيش مكان للاقامه ومفيش مكان للمبيت. فالكابتن قال لي يا عمرو انت تعمل حسابك انك هنديك 2000 جنيه. انا ما بقتش مصدق نفسي، 2000 جنيه وهلعب وهطلع في التلفزيون والاسم هيتداول ما بين الجرايد والتلفزيون وهيبقى في حاجه اسمها عمرو الحديدي. تقيم بقى تجربتك مع غزل المحله ازاي؟ ما انا خلاص بقى انا مش قادر، مش مصدق. بالفعل اتمرنت مع دكتور عبد الجليل ده، قعدت في الاول اكتر من 3 شهور ما بتواجدش في السكور بتاع غزل المحله. لدرجه ان في الوقت دوت كنا برضو طلعنا معسكر لمده اسبوع، فكلمني كابتن وجدي غزي وكابتن حسن مجاب بتوع المنصوره ما تجيلنا، ان كان عندهم فرود اسمه الشرقاوي، كان فرود كويس قوي، فاحنا في الشركات انا اديت عليه كويس. فكلمهم قال لهم هاتوه ده هيبقى لعيب كويس، فتحب نتكلم مع غزل المحله ونجيبك؟ قلت لهم طب سيبوا لي فرصه وربنا يسهله. في الفتره اللي انا رجعت فيها مصر كان في فتره توقف حوالي شهر. فبالفعل جالي عرض من مكان تاني يسددوا المبلغ اللي المحله دفعته لنادي مدينه نصر، واجي العب في مصر كان في نادي الترسانه. قعدت مع الكابتن رأفت مكي اتمرن اسبوع. كتب تقرير الكابتن رأفت مكي والكابتن حملاوي ان انا اجي، واتكتب ده لكمال بياسين رئيس النادي واستاذ عادل حفناوي الله يرحمهم ان انا يجيبوني، كان ساعتها المدير الفني للدرجه الاولى في نادي الترسانه كابتن عصام بهيج. وتواجدت وقعدت ولعبت مع ماتش ودي، وقال لي خلاص احنا عايزين نجيب عمرو الحديد الموضوع انتهى. سافرت المحل اقول لهم بقى امشي، ما انا قاعد حزين على نفسي، نفسي ابقى موجود طبعًا. والعب طبعا خلاص الحلم اللي انا وصلت له ان انا انتقل تم الانتقال، الحلم اللي انا العب مش قادر اوصل له خلاص الموضوع خلص.
فكان الموضوع دوت يعني عمر ما هنساه لهم ابدا، كابتن خالد عيد وكابتن عبد العظيم الشورى، اهدى واصبر وربنا هيجيبها لك في وقتها، واللي استضافني وعمر ما هنساه له الجميل دوت وائل شكر حارس مرمى غزل المحل. ففي الفتره ديت كنت حزين على اي حاجه بتحصل لي، لدرجه ان انا كان اغنيه الشهيره للحسن الاسمر كتاب حياتي، ان انا كل حاجه بتضيع مني وانا مش قادر اعمل حاجه، وهرجع زي ما اكون انا ما عملتش حاجه وما وصلتش لاي حاجه. إيه انتقلت الفترات بس دي كابتن؟ إيه نعم؟ كان بيديك القوه وانك تكمل في الفتره دي لما لاعب كده لاعب كوره وشايف نفسه نجم وفجاه يلاقي نفسه اسعد امي وابويا وبس. ده الهدف بس، ان انا هكمل عشان اسعد. هو ما كانش في موبايلات، كان في تليفون. تسمعي كلامي يوجع لك قلبك خلاص، انت بتفكريني بحاجات قديمه كابتن. انت شويه ماشي بتدمع معلش. دي كانت فترة صعبة قوي كده يعني. في الوقت دوت حصل ان قدر ربنا زي ما بيقولوا بقى، مباراة ما بين المنتخب الأولمبي ونادي غزل المحلة في مطرة شديدة، في تأخر الكابتن مصطفى الزفتاوي ان يبقى متواجد ومفيش عدد من اللعيبه غير 10 بس، فلازم يحصل مباراه وديه ما بين المنتخب الاولمبي وكابتن الدكتور محمود سعد والكابتن جوهري ضد فرقه غزل المحل. خلاص الاستغناء بتتكتب وعمرو الحديدي هيمشي ورايح الترسانه ومع الله يرحمه الحاج صالح العجم بتاع نادي الترسانه وهيدفع الشيك وهاجي والكابتن مصطفى رياض والموضوع خلص خلاص انا همشي. فكابتن قال لي طب العب معانا شوط لغايه اما يجي كابتن مصطفى، ان في تاخر نتيجه المطره وهو عنده نبطشين. كابتن مصطفى كان لواء في الوقت دوت، كان ضابط شرطه. فقلت له خلاص هلعب. لعبت احلى ماتش عملته في حياتي، احلى شوط في حياه عمرو الحديدي. لعبت على محمد الاسيوطي شوط وشوط مع على مصطفى صادق. فاخر ثلث ساعه غيرته، الله يرحمه عم عنتر اللي ماسك غرفة الملابس بتاعت نادي المحلة، كابتن عمرو تعالى في ناس عايزاك. قلت له يا عم عنتر طب اما اخد الدش بتاعي هبقى اخرج، انت عايزني في ايه دلوقتي بس؟ قال لي تعالى بس شوف مين اللي عايزك. قلت له يعني هيكون مين يا عم عنتر؟ ما هخلص ما انا ماشي. انت مش هين تصبر الربع ساعه دي وهمشي؟ فبفتح الستاره ولابس التيشيرت لقيت الكابتن جوهري. بص انت حضرتك عملت ازاي؟ كابتن جوهري انت رقم 2. قلت له يا كابتن. قال لي طب انت هترجع معانا في المعسكر بتاع المنتخب الاولمبي، ترجع معانا في الاتوبيس. اتقطعت الاستغناء، الحاج صلاح خد الشيك ورجعت اداره الترسانه، وعمرو الحديدي بدل ما يروح الترسانه وينتقل من غزل المحله راح منتخب مصر لحضور معسكر قبل مباراه زيمبابوي المؤهله لتصفيات برشلونه 92. انا عايزه اعرف احساسك وقتها، ومش بس احساسك في التغير اللي حصل في مسار حياتك ده، لا ده كمان في ان وقتها انت شفت نجوم بعد كده حققوا بقى انجازات زي جوارديولا وانريكي لويس انريكي. انا كابتن جوهري انت بتكلمي يعني، انا اقصى اللي انا شفتهم كابتن شوقي، كابتن صابر، كابتن خالد، كابتن احمد حسن، كابتن خالد كرم، كابتن طلعوت، كابتن زكي، فجاه بقى كابتن جوهري. كابتن جوهري بتاع 90، كابتن جوهري بتاع كاس العالم، يعني احنا بنتكلم نلعب. فجأة لا مش بتلعب، ده انت هتنضم. وركبت الاتوبيس راجع من المحلة للقاهرة على احد الدور، فيلم بيحصل قدام عيني، ربنا بيحقق لي حلمي يمكن اكبر كمان من اللي حضرتك حلمت بيه. ممكن اقول لك كنت بحوش عشان اشتري فرنه منتخب مصر من اي حد من الناشئين اللي موجودين عشان اقول انا هروح منتخب مصر فالبس الفرنه واتصور بيها. ما كانش فيه الميديا بتاعت دلوقتي والتصوير والفوتوغرافيا والفوتوسيشن اللي بيحصل دلوقتي، يعني التطور والتكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي. لحظه فعلا غيرت مصير حياتك يا كابتن. رجعت على المعسكر، دخلت الغرفه اللي كنت بسمعه عن 90 في الجرايد بقى حقيقه. الاسم اللي كان هيكتب بقلم رصاص اتكتب في صفحه الجرايد. لو انا متفق مع المصور او متفق مع الصحفيين اللي كانوا متواجدين، كان في الوقت دوت كابتن جوهري اشرافه على المنتخب الاولمبي، مدير الفني دكتور محمود سعد،
المدرب العام دكتور مصطفى عبده، مدرب حراس المرمى كابتن حسن مختار، الاداري اللي هو احمد بكر. قعدت في معسكر نادي اهلي ودخلني الغرفه بتاعتي وسلمني الشنط وقال لي كابتن محمود عايزك، كابتن جوهري تحت. عارفه فيلم شحاته ابو كف؟ انا بحلم. الراجل بقى بيحكي لي تتمرن، تتمرن كويس، هتتمرن فترتين وبعد ما تتمرن فترتين قبل مباراه زيمبابوي هترجع بيتك وهتبقى على اتصال مع اللواء احمد عشان تيجي المعسكر عشان ما يسببش اي قلق للعيبه اللي هتلعب المباراه الاولى بتاعت زيمبابوي هناك. قلت له خلاص يا كابتن ماشي. طب مين هيسد؟ انا رحت منتخب مصر. طب نتكلم اكتر عن ذكرياتك يا كابتن في منتخب مصر الاولمبي في 92. كان في برشلونه اول مره صح؟ اول مره اسافر واول مره اركب طياره. كنا هنسافر نلعب في رومانيا. رومانيا قبل اما نسافر التجهيزات قبل ما نسافر برشلونه. ف حاجه بسيطه يعني قبل ما احكي عن دي، هي مش حقد ولا حسد ولا شرارة، والله ده قدر ربنا. كنا 9 سرد باكات. قلت ممكن في يوم من الايام انا اللي هلعب، انا اللي لعبت على التسعة. ممكن اقولهم بالترتيب، يحيى نبيل، سام الشيشيني، هيثم فاروق، توفيق صقر، مدحت الحوفي. انا عايزه اغير المود، بس اللي انا شايفاه في عينك يا كابتن ده 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 دموع فخر. طبعا طبعا، والفخر للنادي الاهلي مش الفخر للاعتزاز باسم عمرو الحديدي. ما هو النادي الاهلي اللي كبر وعمل نيون لاسم عمرو الحديدي. مفيش حد يعرف عمرو الحديدي. اي حد بيلعب في النادي الاهلي، بيلعب في نادي الشعب، في نادي الحكومه، في نادي كل حاجه. كل حاجه. النادي الاهلي هو اللي يخش عضويته هو عضويه مجلس الشعب. مش هيسيبها. طب احنا كلامنا كتير ولسه، بس شايف ليه الاهلي كيان كبير؟ ليه شايفه كيان اصلا؟ عشان اول من حط المبادئ اللي انا شفتها، واول من قربت منه وسلمت عليه الساعه 4 الفجر كان الكابتن صالح سليم. واحد بيقول لي انت تعرفني؟ قلت له طبعا عارف حضرتك. مش انت حضرتك كابتن صالح بتاع الشمعة السوداء؟ ضحك. هتوقع انت عارف هتوقع على قد ايه؟ قلت له لو في العمر عمر، انا مش عارف بس اوقع. وقعت. عارف حضرتك لما بتكوني بتتكلمي عن الكيان، انت واقفه قصاد صالح سليم الاسطوره اسما وصاحب ورئيس مجلس اداره الكيان اللي انت امنيه حياتك تنتمي ليه، نادي الاهلي. دخلتي جوه بقى في مبادئ، مبادئ لحياتك الخاصه، لحياتك العمليه، لحياتك الكرويه، لحياتك ما بعد الكوره. الشركات الكبيره اللي ليها اسم عالميا بيقول لك خدمه ما بعد البيع. احنا ما بنروح في اي مكان، بنعود الناس على طبعنا. يعني انا مسكت الناشئين بعلم الولاد يعني ايه النادي الاهلي، بس في صوره عشان ما يحصلش لغط في الكلام. المبادئ اللي انا اتعلمتها بنقلها لك وبنقلها لك، وانت متاكد انك لو انتقلت للمكان ده مش هيبقى غريب عليك. انت كان عندك مثل قبل كده. حياة كابتن، انا مستمتعه جدا بالحديث. ربنا يكرمك. هنكمل كلامنا، لسه في حكايات كتير، بس دلوقتي هنروح لتقرير نشوف جماهير الاهلي بتقول ايه عن كيان النادي الاهلي. النادي الاهلي اعظم نادي في الكون، عشان هو حاجه عظيمه جدا، وبالبطولات بتاعته بلعبته بالمبادئ. والله النادي الاهلي اعظم نادي في الكون بمبادئه واحترامه وقراراته لاي حد، ما فيش لاعب ولا حد اكبر من النادي. اعظم نادي في الكون بادارته الحكيمه دايما طول عمرها، ببطولاته اللي بيحققها، بالقيم والمبادئ اللي هو ماشي عليها طول عمره، عمرها ما بتتجزأ وعمرها ما بتتغير على مدار السنين. طول عمره بياخد نقط ودوري، والاداره بتاعته كان صالح سليم الله يرحمه، والقرارات بتاعته اللي بياخدها يعني. عشان هو احسن نادي في العالم ونادي القرن. الاهلي ماسكاه ناس زينه، ناس محترمه. كابتن خطيب وقدامه كلهم ناس محترمين. الاهلي ماسكينه وناس محترمين.
وان شاء الله الاهلي ياخد البطوله وبطوله افريقيا وكل النادي الاهلي اعظم نادي في الكون بانجازاته وبطولاته وبجماهيره وبتشجيعه وبحبه وبكل حاجه، ببطولاته بادارته بانجازاته بكيانه وبعشقنا ليه وباصراره لغايه اخر دقيقه. يكفينا ان هو نادي القيم والمبادئ، نادي البطولات، نادي يعني عنده مبادئ ما بتتغيرش، ما بت... قاعده جماهيريه كبيره جدا في كل حته في العالم. فطبعا اسباب كتير برضو تخليه اعظم نادي في الكون، وهو الوحيد في الكون طبعا اللي بيمثلنا كل شيء. نادي مبادئ ونادي اخلاق، وطول عمره حتى الاداره بتاعته من ايام صالح سليم ومن يعني نادي بطولات. برحب بحضراتكم من جديد في برنامج السادسه، ولسه منورني النجم كابتن عمرو الحديدي. يا كابتن، قبل الفاصل كنا بنتكلم على مكالمه والدتك ليك قبل ما تسافر، وقلت لي ان في مكالمه تانية مهمه جدا، مكالمه كابتن الجوهري. هو كان في الوقت ده ما كانش فيه موبايلات وكان فيه اي حاجه، فالكابتن جوهري عمل مكالمه للبيت عندنا، فانا كنت قاعد بتفرج على التلفزيون زي اي حد، فوالدي اللي رد، فالكابتن جوهري بيقول له مساء الخير انا عايز الحديدي، فقال له انا الحديدي، فقال له انا جوهري، قال له ازيك يا جوجو، فبقول له بابا انت بتكلم مين؟ فقال له لا انا عايز عمرو، فقال لي ده حد بيهرج، خد ده شكله حد بيهرج، عايزك ايه يا كابتن؟ ايه يا كابتن جوهري؟ ايه يا عمرو؟ هات شنطه لبسك وتعالى على الدار، احنا في انتظارك. ليه يا كابتن؟ احنا مسافرين في 4-5 ماتشات قبل المغادره لبرشلونه، هتسافر معانا. بجد يا كابتن؟ اه. لميت الشنطه وسافرت. دي اول لحظه. قعدنا في المعسكر يومين بالظبط. اخر يوم والدتي كلمتني قبل ما اسافر، فبقول لها ايه يا حاجه؟ قالت لي انا عايز اربع حاجات: ابني يرجع نجم وما يتهدش ابدا، وتبقى عارف انك رايح تسعد اهلك واخواتك. قلت لها خلاص، قولي يا رب ادعي لي بس. انا بقول لك انت بتقلبي القديم. طب خلاص خلاص. فقلت لها خلاص ماشي. سافرنا اول سفريه مع المنتخب الاولمبي مع الدكتور محمود سعد رومانيا. هلعب ولازم تلعب، ولازم تبقى متواجد، ولازم تثبت نفسك واسمك واسم اهلك واخواتك، لازم ده يتم. فعلا لعبت اول مباراه ضد منتخب رومانيا، ضد اتنين لعيبه من المشاهير هاجي ولاكاتوش. عمري ما هنسى الحاجات دي طبعا. تعادلنا 1-1، المباراه اللي بعدها هنلعب منتخب بولندا، تعادلنا 0-0. المباراه الثالثه بره الحسابات خالص، هنلعب منتخب ايطاليا، فدكتور محمود قال لي انت عارف هتلعب على مين؟ قلت له على مين يا كابتن؟ كلهم لعيبه زي بعض، انا مش مدرك اللي بيتقال. لعبت على ديل بيرو، نجم من نجوم ايطاليا، كان ساعتها المدرب ارتوبيلي، وكان دينو باجيو بيلعب، وكان باجيو، وكان مالديني. اول 35 دقيقه عملنا كل حاجه في الكوره، وكان الشكل العام شكله حلو، وجت ضربه جزاء ترقيصه من مصطفى صادق لمدافع ايطاليا، ضربه جزاء شاطها بريم المصري جون، وفي اخر دقيقه تعادلوا معانا 1-1. منتخب الاولمبي بيرسم سيناريو للشعب المصري قبل ما نغادر، قبل ما ننتقل لبطوله برشلونه. تعادلنا مع منتخب ايطاليا الاولمبي 1-1. ففي مباراه بعدين نرجع مصر نستلم الملابس اللي هتسفرنا على برشلونه، ونقيم في مصر اسبوع ونسافر على اسبانيا. المباراه دي كانت مع مباراه مع منتخب سوريا ومباراه مع منتخب لبنان. لعبت على منتخب سوريا، فكابتن محمود قال لي في فيرود عندهم لعيب كويس قوي، خلي بالك هم اتنين فراوده بس جسمه كبير قوي، لعيب كبير. ده كان مهند البوشي اللي جه احترف ولعب في مصر. كسبنا منتخب سوريا 4-1. كان فراوده منتخب سوريا مهند البوشي وعفش، كان محترف في باوك اليوناني. عملنا مباراه عالميه، ورحنا على لبنان كسبنا منتخب بليده 2-1. سمعت مكالمه وانا بمشي في الطرقه، والله مش تصنت، الدكتور محمود سعد بيقول لي كابتن جوهري احسن لعيب هيبقى ليه كيان اسمه عمرو الحديدي. انا مش مصدق بقى، نزلت مصر بقى وخدنا اللبس ورحنا على اسبانيا واقمنا في برشلونه، كان المطعم اللي احنا بنتواجد فيه. اول مره تسافر بره؟ اول مره اركب طياره. اخرها قطر. الناس مش محتاجه ان الواحد يزايد ويقول دي ياما وياما وياما، لا، نادي الاهلي ومنتخب نقله. حلم، بتعيش الحلم. لا نقله ما فيش بعدها. انت قاعده في المطعم اللي موجود في اسبانيا، اللي جنبك فريق هارلم ابطال العالم في الباسكت ومنتخبات، مش عارفين ايه ده.
حصل اول مباراه بتاعت قطر وخسرنا 1-0، كنت بلعب على اطول لعيب في البطوله صوفي كان 198 سنتي، ما خدش ولا كره عاليه مني. المباراه اللي بعدها هنلاعب منتخب اسبانيا، خسرنا 2-0، لعبت على جارديولا شوط. بعد كده منتخب كولومبيا ما حدش كان مصدق، كان سبريلا. احساسك ايه كابتن لما شفت اللعيبه دي بعد كده نجوم بقى دلوقتي؟ بالظبط كده، احنا في الوقت ده كانوا عادي من نفس سننا بالظبط، بعد كده بقى هم نجوم يغزوا العالم. سبريلا ده من اسرع لعيبه كان في فريق كولومبيا، كسبنا 4-3. يعني اصعب ماتش كان كولومبيا، كسبنا 4-3، واسهل ماتش منتخب قطر وخسرنا 1-0. يعني ضيعنا جوان كتير قوي. فرجعنا، اول كلمه قريتها في منشطه الجرايد اللي جوه الطياره، الجوهري بريء من اولاد سعد. شفت الكلمه من سنه كام؟ 92. الجوهري بريء من اولاد سعد ما عدا الحديدي. خلاص نزلت بقى اي معسكر للمنتخب الكبير بقى متواجد فيه انا ونادر وهادي، بس الجمله دي اتقال اسمي انا بس. الجوهري بريء من ولاد سعد ما عدا عمرو الحديدي. عمرو الحديدي اكيد ذكريات عظيمه لما بتفتكرها يا كابتن، بس في ذكريات تانية لازم نرجع لها، وكواليس توقيعك للنادي الاهلي، خصوصا ان قبلها بيوم الزمالك كان بيتفاوض مع حضرتك. في الوقت اللي انا كنت فيه موجود في نادي مدينه نصر وبلعب بنتمي لشركه انشاء الطرق، كان المدير الفني في الوقت دوت الكابتن عبد الكريم الكوهر الله يرحمه. فالكابتن عبد الكريم بيتواجد في نادي الزمالك فبيتكلم مع الدكتور محمود. قال له في ولد عندنا اسمه عمرو الحديدي، هو استاذ عصمت راضي وكابتن عزيز وكابتن فضل، تعال شوفه. فقال لهم ماشي. ففي شخص كان موجود طبعا الكابتن مجدي شلبي نجم من نجوم نادي الزمالك، كان المنافس لشركه انشاء الطرق، شركه اسمها الطرق والكباري. فنقل الصوره، ما بقاش محتاج ان انا اروح اتمرن. فكابتن محمود سعد ساعد سفريه لبنان، عمرو انت هتيجي نادي الزمالك وتوقع والموضوع منتهي، عشان هو كان بيحبني وانا بدين بالفضل ليه اولا. انا هبقى موجود يا كابتن خلاص، وان شاء الله هاجي نادي الزمالك خلاص. انا مش في الوقت دوت انا بحب مين، انا بحب النادي الاهلي، بس هنتمي لك اكل العيش في الوقت دوت، اللي هيجي ياخدني انا تحت امره. الموضوع منتهي، حبي شيء واكل العيش شيء تاني. تمام. فكان جاري من كابتن زولف زلفار الجمل اخصائي العلاج الطبيعي بتاع نادي الزمالك، فقال لي ده عايزينك وتيجي تقعد. وفعلا رحت قعدت مع كابتن فكري، وخلاص نادي الزمالك هيخلصني خلاص. والكابتن حماده امام قعد مع اخويا مجدي الاكبر هو الاستاذ نور الدالي، واتفقوا. وبالفعل جالي مبلغ خيالي، احنا بقى بنتكلم على الارقام اللي بنسمعها، لا انا بتكلم سنه 91 بتكلم في 300,000 جنيه جولي كاش. ده كان وقتها رقم 300,000 جنيه، مالكش دعوه احنا هنخلصك بطريقتنا والمبلغ اهو. هو مكالمه تليفون، جالي مكالمه تليفون وانا موجود في المحله. كانت المكالمه دي كانت حوالي الساعه 12 بالليل، مش ينفع اقول مين هي. ف ليه يا كابتن؟ يعني ممكن اقول لك في الفاصل. الو عمرو، ففي تحويله بتيجي من الشركه على الاستراحه. ايوه. ازيك يا عمرو، انا ماما. مش ماما خالص، مش الصوت. بس انا عارف، ففي تركه كده بتاعت قفل الصوت اللي بيحصل الوصله ما بين الشركه والاستراحه. ايوه مين؟ انا فلان الفلانيه. عمرو انزل مجلس اداره النادي الاهلي، في انتظارك الساعه 3:30 الفجر. فكلمت كابتن سياجي، يا كابتن حصل كذا كذا، فقال لي انزل. قلت له خلاص يا كابتن هنزل. وقلت للكابتن شوقي، قال لي يلا بالتوفيق، مع بالتوفيق ربنا معاك. فنزلت، كانت الساعه حوالي 3 الصبح، فجيت من باب النيل لقيت الباب مقفول بالجنزير، يبقى حد اشتغلني والموضوع خلص، ده كذب والموضوع ملوش اي لازمه وحد اشتغلني وانا راجع، المفروض ارجع المحله ان في تمرين الساعه 8 الصبح. ففي حد بيتمشى في الجنينه كده، فبقول له بعد اذن حضرتك والباشمهندس سعد اللي موجود؟ قال له في حد موجود في النادي؟ النادي مقفول. قلت له طب شكرا. قال لي انت مين؟ قلت له انا عمرو حاجه. قال لي بتاع المحله. تعالى تعالى. فتح الباب ودخلت، قال لي ده المجلس اداره النادي كله جوه. دخلت ابص على مجلس الاداره، انا طبيعي ان انا هبص على الباشمهندس عدلي. بصي ترابيزه الاجتماعات بتاعت النادي الاهلي موجوده لغايه دلوقتي من جهه الباب الخلف بتاعت النيل، في كرسي هيد ما بقالوش حد، كابتن طارق، كابتن حسن حمدي، مدام منى الحسيني اللي هو سفير نور، المستشار عبد المجيد محمود، استاذ ابراهيم المعلم. ما انت ايه دول؟ يعني انا ما اعرفش غير كابتن طارق وكابتن حسن.
فالباشمهندس عدلي خدني وقال لي هتوقع، وقعت خلاص بقيت خمس سنين فبوقع. فدخل الكابتن صالح قال لي انت وقعت خلاص؟ قلت له، قال لي طب مش تعرف انت توقع؟ قلت له كابتن انا ما اعرفش، انا وقعت وخلاص، انا جيت النادي الاهلي الحلم بقى حقيقه. قال لي طب افتح الاوضه دي. فتحت الاوضه دي لقيت والدي ومجدي اخويا موقعين قبلي، فقال لي اللي انت قلته هم قالوه. الباشمهندس استاذ عباس الريدي كان المدير المالي الله يرحمه. فالكابتن صالح قال لهم نوروا الملعب بتاع التتش ولبسوه احمر وصوروه، ونفس المانشيت كده الاهلي خطف زعيم الفلاحين قبل مغادره صالح سليم للندن لاجراء جراحه في العين. وهو بيكتب كابتن صالح قال له يا استاذ عباس ادي لعمرو الحديدي 20,000 جنيه. تكلمي في 20,000 جنيه. سنه 92 93 خدت ال 20,000 جنيه من الجزيره لغايه شبرا ماسك وحاضن والفلوس والحلم اتحقق وبقيت مع خلاص بقى بجد. ايه اغلى بطوله حققتها مع النادي الاهلي؟ هو النادي الاهلي انا حققت كل البطولات وكل الانجازات. اكتر حاجه غاليه على قلبك بسرعه كده؟ بطوله افريقيا. افريقيا انا ما كنتش بلعب، وفجاه الخواجه قال لي انت هتلعب المشهد الاول والمشهد الثاني الان هاريس هناك في غانا ثم التتويج. ليه ما كنتش بتحب الان هاريس يا كابتن؟ مش ما بحبوش، هو حصل موقف ما بيني وما بينه، كان حصل اجتماعات في وجود الكابتن طارق كان هو مدير الكوره، طلبنا يقعد معانا واحد واحد. فدخلت قال لي انا لو موجود ما كنتش جبتك. قال لي مشير انت مش هتلعب. قال لاحمد ايوب نفس الكلام. فزعلنا. ما كملش اسبوع حصل اصابه للكابتن علاء عبد الصادق، وكابتن جمال جاله تسمم، واحنا اللي لعبنا اخر خمس ماتشات انا ومشير وهادي. خلاص بقى شيبين 3-1، الترسانه 3-1، الاتحاد لا المصري 0-0، مباراه فاصله مع الاسماعيلي 4-3. الراجل وهو ماشي قال لك لن اتخيل دفاع الاهلي من غير عمرو الحديدي. هو بعد كده خلاص بقى بيعتمد عليك بشكل خلاص اساسي. خلاص هو انا طريقه اللعب اللي هو كان بيشرحها كانت غريبه علينا، هو كان عايز يلعب 4 واحنا طبيعي كان في الوقت دوت كنا بنلعب 3-5-2، كانت الطريقه المعتاده للمستر فايتس. طب ليه في مره لعبت بفردتين يمين؟ بسرعه كده للاسف انا متضايقه ان الوقت يعني. الوقت بيخلص انا متضايقه. هو في الوقت دوت كانت المفروض اللي بتحضر لي شنطتي كل مره والدتي، فانا بحط شوزين في الشنطه فحطت لي الشوزين يمين. لعبنا في مباراه المنصوره وكسبنا المنصوره في المنصوره 2-0 وبلعب بفردتين يمين، وما ينفعش اقول للخواجه عشان انا ما صدقت لعبت. هقول له ايه؟ الغلط غلطي ومفيش حد مقاسه مقاسي، خلاص الموضوع خلص. طب يا كابتن رايك دلوقتي في فريق النادي الاهلي تحت قياده فايلر واحنا بنقترب كده على بطوله دوري ابطال افريقيا؟ هنقول بيعيد نفسه مره ثانيه، اكتشاف اسم جديد للتدريب مستر فايلر زي مانويل جوزيه، جهاز معاون، لعيبه بتفخر اسمها وبتضيف لدلاب البطولات للنادي الاهلي كبطوله الدوري شبه حسمت، وانا بقول بنسبه 90%. اعتقد ان النادي الاهلي في الفتره دي اهم شيء هو يعمله هي مباريات، مش تقليلا من اسماء الناس، مباريات تجريبيه عشان افريقيا. خلاص الدوري الموضوع منتهى، هي مباريات رسميه تجريبيه لاستعاده كيان النادي الاهلي لبطوله افريقيا اللي هي كانت غايبه. قادرين على تحقيق دوري ابطال افريقيا؟ مش صعب على النادي الاهلي، هو نادي الصعوبات، نادي الضغوط، نادي التحقيق، هو بيحقق كل حاجه حلوه، هو اللي بيفرح. في لاعب دلوقتي يا كابتن بتشوفه شبه حضرتك في الملعب؟ ياسر ابراهيم. بس انا طويل شويه وقصير شويه. هو راجع للتدريبات خلاص بشكل طبيعي وبنتمنى انه بس حضرتك اهم حاجه الالتزام. راجل التزام ملتزم. كلامه قليل قوي في الصحافه وفي الميديا، عارف هو عايز ايه. بيقول انا لعبت في نادي الزمالك ولعبت قبل كده في سموحه، بس انا اكتشفت في نادي الاهلي. بيعمل لنفسه كيان جديد اسمه ياسر ابراهيم عشان يبقى ابن من ابناء النادي الاهلي. بالتزامه وبتدريباته وبتألقه. وربنا يبعد عنهم الإصابة كلهم، هو ومتولي ورامي وأيمن كلهم. عايز أسأل حضرتك عن كابتن محمود أبو الدهب، علاقتكم قوية جدا. بص حضرتك، أما أنا أقول إن لو محمود موجود في العصر ده يبقى من عظماء المكان ده. محمود ما أقدرش أنسى كمونة، ما أقدرش أنسى جمال السيد، ما أقدرش أنسى اللي علمنا الالتزام والانضباط الكابتن علاء عبد الصادق والجدية والرجولية. ما اقدرش انسى يعني ايه لزقه وبغيره كمشير حنفي من احسن مساكين في مصر. مش هقدر انسى المدافع المتطور للزياده في الكوره محمد يوسف. حاجات كتير قوي كل واحد فيهم عايز حلقه تحكي عنه.
بس الواحد كان بيحس بطمأنينة ان ابو الذهب ولا كمونه ولا جمال وراه. الموضوع سهل مش صعب. الناس دي كيان كبير، الواحد لعب مع ناس من العظماء يعني. طب وذكريات كده لو رجعنا قبل ما نختم لذكرياتك مع منتخب مصر، اكتر حاجه كده فاكرها؟ حاجه كنت فاكرها كان في مباراه من المباريات بتاعه الاردن، والكابتن جوهري قال لي هتلعب على لعيب معين، فلعبت عليه. فبعد المباراه احنا تعادلنا 1-1، الحديد ينقص حمل اللقب. فكابتن جوهري كان زعلان مني قوي يعني، بالبلدي كده قال لي كلام جامد جدا بعد الماتش، انت المفروض كنت تعمل وتعمل وتعمل وتعمل، رغم ان انا جايب كورتين في العارضه واديت كويس. طب والصحافه؟ قال لي اوعى الكلام ده، الكلام ده ما يهمنيش، انا اللي بقول لك اصعب حاجه انك تلعب والاصعب تستمر في اللعب. كلام الصحافه ما بحطوش في حساباتي. خلاص كابتن جوهري علمنا حاجات سهلت عليا كتير قوي لما رحت النادي الاهلي، سهلت عليا حاجات لما رحت النادي الاهلي، عشان هو كابن من ابناء النادي الاهلي اللي اتعود على طباع النادي الاهلي، فبقى بالنسبه لنا الموضوع سهل. طب لو سالت حضرتك على قرار خدته في حياتك، واحد مثلا ندمان عليه، واحد قرار لو رجع بيك الزمن هتنفذه هو هو. قرار ندمان عليه ان انا وانا موجود في النادي الاهلي في فتره التدريب كان في جيل معين من الاكاديميه خلاص ما ينفعش يكمل، فخدتهم ولعبت بيهم بره. دي سببت لي مشكله مع كابتن سيد، وبعد كده يمكن اعتذرت. انا ما كانش قصدي حاجه، بس الناس دي كانت في يوم من الايام دلوقتي نجوم، محمود حمدي الونش، حسام حسن، رؤى، محمد سيد، هاشم دونجا، اسماء كبيره كله موجود دلوقتي، اسلام الفار، كل دول لعبت بيهم بطوله من نادي اسمه منشية التحرير، 22 مباراه بدون هزيمه بلاعيبه اكاديميه النادي الاهلي اللي سنهم 93 و94 وما ينفعش يكمل تاني ويلعب مساحات صغيره. وفي الوقت ده عندي لعيبه محترفه، احمد محمد الصاوي احسن لعيب موجود في نادي نيو يورو، لعيب مواليد 2002 مكسر الدنيا بره، كان لعيب عندي في الانتاج الحربي، لعيب بمعنى كلمه لعيب، انا كنت مسميه جارم، في ناس كتير ما تعرفش مين هو الجارم، كان من عظماء الكوره موجود في نادي الاتحاد. وقرار تنفذه هو هو؟ قرار بنفذه هو هو، اتمنى يرجع بيا الزمن عشان العب في النادي الاهلي تاني، بس المره دي العب بعد ما اتعلمت من النادي الاهلي واشيل من قلبي الخوف والعب كيان النادي الاهلي. طب هاخد بقى من حضرتك كده والمشاعر كده، وشايفه يعني عينك بتلمع والله من اول الحديث لاخره، عايزه حضرتك تبص للكاميرا بتاعتك وتقول كلمه لجمهور النادي الاهلي نختم بيها الحديث. اقول لجمهور النادي الاهلي، انت طول عمرك اللاعب رقم واحد، انت الكيان، النادي الاهلي جميع اللعيبه اللي بتتواجد فيه بيحصل ليها تغيير، في ناس بتمشي وناس بتيجي، انت الاصل، انت اللي بتعمل الاسماء، انت اللي بتكبر اللعيبه، انت اللي بتصيد كل واحد كان متواجد في كيان اسمه النادي الاهلي، انت اللي هتقف جنب لعيبتك، انت اللي هتحصل دوري وهتحصل كاس وهتحصل على افريقيا، انت اللي بايدك تقول اللعيب الصغير بقى كبير عشان انتوا راضيين عنه. الرضا طبعا من ربنا اولا، ثم الثناء والامتاع من جماهير النادي الاهلي اما تنطبق على اللعيبه. مفيش كلام احلى من ده اختم بيه حديثي مع حضرتك كابتن عمرو الحديدي، نورتني الحقيقه في برنامج سادسه على شاشه قناه الاهلي، شكرا جدا لحضرتك. شكرا يا ساره، ربنا يخليك. بشكر حضراتكم جدا على المتابعه، واستنونا في حلقه جديده بكره من برنامج السادسه، شكرا ليك.